فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: أهلي خارج حدود المواقيت، وأنا آتي من الرياض، فأخرج قبل الميقات مع طريقي، يقول أم الروم أو أم الدوم، أم الدوم، ولا أمر بالميقات مع أنني قد نويت العمرة، فأجلس عند والدي ثم أحرم من بيت والدي، فماذا علي؟ إن كان بيت والدك خارج الميقات فلا بأس، إذا جيت الميقات تحرم، أما إن كان بيت والدك داخل المواقيت فلا تتعدى إلا وأنت محرم، تروح لوالدك وأنت محرم. إذا كان بعد المواقيت مما يلي مكة ما تعداه إلا وأنت محرم. نعم.